هذا وشهد معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة إقبالا جماهيريا كبيرا اليوم، حيث توافد المواطنون والمقيمون وزوار مملكة البحرين إلى موقع المعرض في قاعدة الصخيرة الجوية لمشاهدة العروض الجوية والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة. وكانت اللجنة العليا المنظمة للمعرض وبتوجيهات من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، قد مددت فعاليات المعرض الخاصة بالجماهير إلى اليوم بعد أن كانت مقررة أمس، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الجماهير الغفيرة لتحظى بفرصة الاستمتاع بالفعاليات بعد الإقبال الكبير وحرص الكثير من المواطنين والمقيمين والزوار على التواجد في المناطق المحيطة لقاعدة الصخيرة الجوية للاستمتاع بالعروض الجوية التي نفذتها الطائرات المشاركة في المعرض، حيث عبروا عن فرحتهم بإقامة هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة، وقاموا بتوثيق هذه اللحظات عبر كاميراتهم وهواتفهم ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.